السلام عليكم يا جماعة الخير، معكم عادل من قناة Infinite Gaming. اليوم جبت لكم أهم الأخبار لهذا الأسبوع، فخلونا ما نطول بالكلام ونبدأ أخبار بلا حدود. تم نشر مقطع جديد عن لعبة Resident Evil Village، وهذا المقطع جماعة الخير يوضح طريقة اللعب وأحداث اللعبة. تدور أحداث اللعبة في قرية فوربا، هذا القرية راح تواجه الوحوش وراح تواجه الشخصية الرئيسية اللي هو الرجل المستأذن. وصلنا أخبار من موقع رسمي أن اللعبة راح تنزل في منتصف 2021، واللعبة راح تنزل على منصة PlayStation 5 وإكس بوكس سيريس إكس وعلى الحاسب الشخصي. رسميا تم الإعلان عن منصة جديدة من شركة أمازون، وهذا منصة بمسمى لونا، وهذا الخدمة يا جماعة خير شبيهة جدا لخدمة إكس كلاود من شركة مايكروسوفت. إذا بغيت تلعب على منصة لونا راح تحتاج إنترنت عالي السرعة مع جهاز تحكم متوافق مع المنصة. سعر الجهاز التحكم راح يتراوح ما بين 50 إلى 60 دولار أمريكي، وإذا حبيت تلعب الماوس والكيبورد بيكون متوافق مع المنصة. والاشتراك الشهري لخدمة لونا راح يتراوح ما بين 6 دولار إلى 7 دولار أمريكي، ولما تشترك في خدمة لونا راح يتوفر عندك ألعاب نفس Resident Evil 7 وكنترول ومترو اكسيدس. المنصة والخدمة راح تتوفر في بداية 2021. اكتبوا لي في التعليقات ايش رايكم في هذه المنصة، هل تتوقعون نجاح هذه المنصة او لا؟ تم الاعلان عن النسخة المحسنة للعبة ديفل ماي كراي 5، وهذه النسخة يا جماعة الخير راح يدعم تتبع الاشعة او ري تريسنج مع اضافة شخصية فيرجل، وسعر النسخة المحسنة راح يتراوح ما بين 38 دولار الى 40 دولار، وهذه النسخة يا جماعة الخير راح تتوفر في جيل الحالي وعلى جيل القادم. اللعبة راح تصدر في تاريخ 12 نوفمبر 2020. وصلنا إشاعة عن نسخة Bloodborne Remastered أن اللعبة في قيد التطوير، واللي معنا خلفية هذه اللعبة، هذه اللعبة يا جماعة الخير نزلت في 2015 وكانت حصرية للبلايستيشن 4، والحين وصلنا أخبار أن لعبة Bloodborne Remastered في قيد التطوير وأن اللعبة راح تنزل على بلايستيشن 5 والحاسب الشخصي. ما علينا غير الانتظار للإعلان الرسمي للعبة. تم التأجيل مع صدور نسخة المتاد للعبة مورشل اللي كان مفروض ينزل في تاريخ 2 أكتوبر المقبل، سبب التأجيل مرتبط بالشحن حول العالم. اللي ما عنده خلفية عن هذه اللعبة يضغط هنا، أنا عملت فيديو مفصل عن هذه اللعبة، وهذا الفيديو راح يشرح لك كل التفاصيل عن هذه اللعبة. اللعبة راح تنزل في تاريخ 23 أكتوبر لمنصة البلايستيشن 4 والحاسب الشخصي، أما على إكس بوكس 1 راح تنزل في 30 أكتوبر القادم. تم نشر مقطع جديد للعبة The Medium، وفي هذا المقطع يركز على شخصية The Maw اللي هو الوحش، وهذا الوحش راح يطاردكم ما بين العالمين اللي هو العالم البشر وعالم الأرواح. واللي ما عرف عن هذه اللعبة، هذه اللعبة جماعة الخير تطوير شركة بلابر تيم، واللي لحن هذه اللعبة هو نفس الشخص اللي لحن سلسلة سايلنت هيل. اللعبة راح تنزل في موسم العياد المقبل على منصة إكس بوكس سيريس إكس وعلى الحاسب الشخصي. طيب يا جماعة الخير، وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تدعمونا باللايك وشير، اكتبوا لي في التعليقات ايش رايكم الاخبار لهذا الاسبوع. كان معكم عادل من قناة Infinite Gaming، ما تلقانا فيديو القادم. سلام.